بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس برضه احتياطي عشان يحصل في حاجه في التسجيل، الثاني عندي تسجيل. انا دلوقتي هعمل بس شير للسكرين بقى عشان نبدا كده كده. بس وانا مش عارف مش بقى. لازم انت تخليني اعمل شير. شيل تكست، شكرا كده. انا ما كنتش لما احط التكست انا ما يطلعش. شكرا. نعم انا سامع. ما سمعتش. طيب احنا دلوقتي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم مرة تانية يا دكاترة. طبعا احنا كلنا داخلين او عايزين الاستاتستيكال اناليسيز لان احنا بتوع ريسيرش. عايز بس اعرف حضراتكم او اراجع مع حضراتكم عمليه الريسيرش بتبقى ماشيه ازاي. يعني طبعا احنا اول ما اي حد فينا بيشتغل بحث او بيشتغل ريسيرش، اول حاجه بتخرج الى ذهنه هي الريسيرش كويستشن. طب كلنا اكيد عارفين عمليه الريسيرش بروسيس دي، لكن انا هتكلم على الريسيرش بروسيس من الجانب الاحصائي اللي هو المفروض يبقى ان بارلل مع الجانب الساينتفك لما بنيجي نعمل عمليه ريسيرش. اكيد اي حد من حضراتكم، هتكلم على نفسي على سبيل المثال لان انا كنت شغال على مرض الزهايمر، الزهايمرز ديزيز. لما جيت شغلت سالت نفس الكويستشن الاولاني، انا عايز اشتغل على ايه؟ فقال لي والله، فقلت والله انا عايز اشتغل على زهايمر. طيب ده الريسيرش كويستشن الكبير الرئيسي الاولاني، لكن اللي هو منه هيخرج مجموعه اسئله فرعيه ثانيه اللي هي طيب انت عايز تشتغل ايه في الزهايمر؟ انت عايز تشتغل اي ادويه؟ طب انت عايز تربط الزهايمر ده مثلا، انا ربطته بالهايبرتنشن بمرض الضغط، وبناء عليها استخدمت دواء اسمه البريندوبريل في علاج مرض الضغط، وفي نفس الوقت شفت هو هيعمل بروتكشن اجينست الزهايمر ده ولا لا. دي كانت الريسيرش كويستشن الاولاني، بدا بان انا عايز زهايمر، طلعت منه شويه اسئله تاني فرعيه صغيره. طب انت هتشتغل على الهايبرتنشن، طب ايه في الهايبرتنشن ممكن ينفعنا في الزهايمر؟ فوجدنا ان الايس او الانجوتنسين سيستم دون هو من الحاجات اللي هتنفعنا، فاخترنا البريندوبريل. لغايه هنا الدنيا تمام، ساينتفك ريسيرش. انت عايز توصلني لفين؟ انت لما جيت تشتغل زهايمر او جيت تشتغل بريندوبريل يا دكاتره، قلت بعديها انا عايز اتعرف اعمل ايدنتيفيكيشن لحاجه اسمها فاريبلز. انا عايز اتعرف على الفاريبلز اللي هي بالعربي حتى بنسميها المتغيرات. يعني ايه فاريبل؟ كلمة variable هو كل ما هو أنا أقدر أعمل له measure، أقدر أقيسه. يعني أنا كل شيء أقدر أقيسه أو أقدر أعمل له measurement ده اسمه variable. طيب أنا على في الزهايمر بعرف منين الشخص عنده زهايمر؟ لو أنا في أنيمال بقيس البيتا أميلوت، بقيس الأميلوت بيتا، بقيس الفوسفوريليت التاو. لو أنا كمان كلينيكال هبدأ أعمل إم آر آي على البرين وما إلى ذلك، وما اللي كله اللي حضراتكم تعرفوه. طب وكل هايبرتنشن هقيس سيستوليك بلاد بريشر، هقيس دايستوليك بلاد بريشر، وابدا اربط كل ده ببعض. فكل الحاجات اللي انا اخترتها علشان اقيسها دي يا دكاتره اسمها ايه؟ اسمها فاريبلز. وهنعرف كمان شويه ان البرندوبريل ده نفسه هو كمان كان فاريبل، دي ما تقفوش عندها دلوقتي لان انا هتكلم عليها كمان شويه. احنا بسيط او مفهوم بالنسبه لي ان لما اقيس البيتا اميلود، لما اقيس الفوسفوريليت التاو، لما اعمل ام ار اي على البرين، لما اقيس الضغط، كل ده عباره عن فاريبلز. من الفاريبلز دي يا دكاتره بعد ما عرفتها بدات اقول والله انا هبدا هنا بقى اصمم حاجه اسمها الاستادي ديزاين او الاكسبيرمنتال ديزاين. اللي هو انا هعمل ايه؟ انا والله طب انا لما هاجي اشتغل على مرض الزهايمر ده، انا هشتغل على كم مجموعه من الاشخاص او كم مجموعه من الحيوانات التجارب؟ فمثلا انا هشتغل على مجموعتين، تو جروبس. لا انا هشتغل على 3 جروبس. لا انا هشتغل على 4 جروبز. طب ال2 ولا 3 جروبز، انا نظام شغلي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن حاجه اسمها بروسبكتيف ستادي، دي حاجه هبقى اديها لكم بعدين يعني، ولا ريتروسبكتيف ستادي، انا هدرس الستادي دي همشي بيها لقدام،
هل هي اكسبيرمنتال ترايل ولا هل هي مجرد كوهورت ستادي او اوبزرفيشنال ستادي، حاجات هنعرفها قدام يعني. لكن الملخص، انا لما باجي اعرف الفاريبلز هبدا بعديها اصمم يا دكاتره حاجه اسمها ستادي ديزاين. يعني انا جروب 1 دول عندي، دول المجموعه اللي هم عندهم مثلا الزهايمر ديزيز. جروب 2 دول المجموعه اللي هم انا هديهم الدواء اللي هو البريندوبريل، وبالتالي انا عندي قرايات مثلا البيتا اميلود او قرايات الام ار اي بتاعه المجموعه الاولى اللي هم وليكن كانوا 10 اشخاص او 10 فئران خلاص، وعندي قرايات المجموعه الثانيه اللي هم برضو كانوا 10 اشخاص او 10 فئران. يا ترى لما اجي بعد كده الخطوه اللي بعدها اجمع الداتا بقى بتاعه الفاريبلز اللي قلت عليها، اللي هي سواء كانت اميلود بيتا، كانت بتا، وكانت سيستوليك بلاد بريشر، وابدا اعمل خطوه اسمها كولكشن اوف داتا. واخيرا الاحصاء بقى اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي الاناليسز اوف داتا بتاعتنا. طيب اناليسز اوف داتا يعني هعمل ايه؟ يعني انت حضرتك لما جيت جربت الدواء المجموعه بتاعه الزهايمر واسم وليكن لقيت ان قياسه البيتا اميلود دي في الفران كانت قياستها 40، لما جيت انا اشتغلت على البريندوبريل والله لقيت ان القياسه بتاعتي البيتا اميلود بقل وبقى 20. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا يا دكاترة، وشاركوني حضراتكم دلوقتي، انا هستأذنكم لما اقول شاركوني يعني محدش، يعني هستأذنكم بس عشان يبقى الامور منظمة لان احنا عددنا مش صغير، لما حد يطلب سؤال انا يعني يكتب لي بس في الشات خلاص، او انا لما اطلب مشاركتكم شاركوني. فانا دلوقتي بطلب مشاركتكم، انا دلوقتي لما اكون شفت مريض الزهايمر 10 مرضى المتوسط بتاع بيتا اميلود اللي هو ماركر للزهايمر 40 والبرندوبريل العلاج اللي انا بديه 20، كده انتوا شايفين ان العلاج بتاعي عالج ولا ما عالجش؟ احب اسمع رايكم يا دكاتره. ايوه عالج. انتوا كده شايفين ان هو ايه؟ ان هو عالج صح ولا لا؟ ما اقدرش احدد، انا لازم اكون عارفه النورماليتي الاول وبعد كده اقدر اقارن هل هو يعتبر عالج بس هل وصل للنورماليتي ولا لا. الله ينور عليك، سيبك من النورماليتي خالص، انا بالنسبه لي بتكلم، انا مش بقول ان هو وصل للنورمال دلوقتي، هو بالنسبه لي بلاش كلمه عالج، قلل من المرض ولا ما قللش؟ قلل. لازم اقلل. انا اللي ظاهر قدامي يا دكاتره، هل سيجنيفيكانت ولا لا؟ الله ينور عليكي، هو ده بقى الاحصاء، هو ده ازاي اربط الاستاتستكس مع الساينس اللي انا اشوفه. انا بالنسبه لي ال 40 اللي نزلت ل 20 دي ان هو قلل المرض او عالجه، لكن الحقيقه الكلام ده قد يكون يا دكاتره دايما نسميها احنا في الاحصاء قد يكون ايرور او قد يكون تشانس صدفه، يعني ممكن يكون في خطا في التجربه حصل وممكن يكون في صدفه ان هو اللي قال ده قال لي صدفه، لكن لو جينا عدنا التجربه دي تاني هنلاقيه ما قالش ولا حاجه. عشان خاطر كده يا دكاتره احنا بنعمل حاجه اسمها statistical analysis اللي هو analysis of data، وهي دي اللي هتقول لي اذا كان التقليل اللي حصل او الديكريز اللي حصل دون، بنسميه احنا كده الديكريز اللي حصل في المرض دون، هل هو significant or not. هو ده هدفنا في الاحصاء دكاتره، اي تحليل بنعمله هدفنا فيه اللي انا شفته بعينيا ده. خدي بال حضرتك انا بقول ايه، انتوا شفتوا ان ال 40 بقت 20 فقلت ان هو كده قلل، شفتوا ان ال 40 بقت 30 فقلت ان هو كده قلل، لكن الحقيقه هل هو قلل ولا لا، هو ده الغرض بتاع الاحصاء، ان الديكريز اللي انا شايفه ده اما ان هو يكون سيجنيفيكانتلي ترو او يكون هو نوت سيجنيفيكانت. امال التغيير او الاختلاف اللي انا شايفه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايرور وعباره عن تشانس صدفه. وهدف الاحصاء عشان كده يا دكاتره دايما هتلاقوا كثير من الزملاء يبقى شايف النتيجه قدامه 40 والنتيجه 20، ممكن تيجي تعملي الاحصاء يقول لك نون سيجنيفيكانت، بالرغم ان هي لو الاحصاء معموله صح تبقى سيجنيفيكانت. يعني انت تقصد ايه الاحصاء معموله صح؟ يعني باختصار شديد ممكن يبقى في ايرور في الداتا، الايرور اللي في الداتا ده رغم انك شايفه ال 20 اقل من ال 40 لكن ما طلعش عند السيجنيفيكانت ديفرنس. كده الاحصاء عندنا مشكله الناس بتعمل ايه يا دكاتره؟ بتحلل الداتا في الاخر، لكن الاحصاء هي المفروض ان هي from the beginning of the study till the end of the study. يعني حضرتك بتبداي في الاحصاء، وده اللي انا هعلمه لحضراتكم، الاحصاء يا دكاتره مش مجرد برنامج انا بعمل عليه ستيبس، لان بمنتهى البساطه زي ما في محمد رجب بيعرفك هعمل تي تيست على البرنامج، في 100,000 فيديو على اليوتيوب هيعرف حضرتك هذا الكلام، ولكن هي الفكره ازاي ان انا اقدر اوصل بالداتا بتاعتي
لمرحله اناليسيس اوف داتا يبقى الايرور فيها هو المينيمال ايرور المسموح به في الاحصاء. واللي لما اقول سيجنيفيكانت هي تبقى ترو سيجنيفيكانت، او لما اقول نوت سيجنيفيكانت هي برضو تبقى ترو نوت سيجنيفيكانت. في ناس بتطلع سيجنيفيكانت لكن الحقيقه ان الداتا المفروض تبقى نون سيجنيفيكانت، في ناس بتطلع نون سيجنيفيكانت لكن الحقيقه ان الداتا بتبقى سيجنيفيكانت. ده دايما اللي بنسميه عندنا في الاحصاء تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور. طبعا خدوا الكلام ده كله سريعا حطوه في دماغكم، انا مش عايز حد حتى لو حد سقط فيه مش مهم، كده كده الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل تاني، لكن خدوه في دماغكم عشان لما اجي اتكلم عليه تاني تفتكروا. طيب اخيرا بعد ما اعمل اناليسيس اوف داتا انا ازاي هعمل الريبورت بتاعي؟ هكتب هعمل انتربريتيشن للريزلتس بتاعتي ازاي؟ هكتبها ازاي؟ ايه الطريقه اللي انا المفروض اكتب بيها للمحكمين؟ لما المحكم يجي يرد عليا في حاجه انا ازاي اعمل ديبيت معاه؟ لان الحقيقه دايما بواجه شقين من الريفيورز، في شق فاهم فعلا في الاحصاء وفي شق تاني يعني مع احترامي للجميع يكون حضر محاضره او محاضرتين او دور على حاجه ويجي يقرف حضرتك في الكومنت بتاعه فتلاقي نفسك مش عارفه ترد عليه. لكن لو حضرتك فاهم الامور بالظبط هتعرف ترد عليه كويس وهتعرف تدي له اجابه كويسه، وحتى لو انت عملت له التست زي ما هو عايز هتعرف تعمله برضه بشكل مقارب للنتائج الحقيقيه بتاعت حضرتك. الإحصاء يا دكاترة عندنا هي عبارة عن التعامل في الأول وفي الآخر عبارة عن التعامل مع الديتا. الديتا بتاعتنا أو الداتا بتاعتنا أو البيانات بتاعتنا بنتعامل معها بشقين، أول أربع حاجات دول والحاجتين التانيين. أول أربع حاجات دول اللي هو collection، زي ما شوف أنا اتعرفت على أنا عايز أعمل research question عندي point معينة بحثية خلاص. بعد ما بعملها أول حاجة بعمل إيه؟ collect data، بجمع بيانات. طب بعمل بعد كده ايه؟ اورجنايز الداتا دي، انا بنظمها من يعني من الصغير للكبير من الكبير للصغير، بحطها في جداول. بعد كده بريزنت، بعرضها في صوره رسمه او في صوره جدول. خدي بالك لغايه دلوقتي كولكت اورجنايز بريزنت سمرايز، اخر حاجه السمرايز دي يا دكاتره اللي هي الاربع حاجات دول متجمعين في حاجه في برانش في الاحصاء بنسميه احنا ديسكريبتيف ستاتستكس او اللي بيقولوا عليه الاحصاء الوصفي. خدوا بالكم لغايه دلوقتي انا بقول ايه؟ collect organize present، وحرفيا الديسكريبتيف ستاتستكس هي فعليا هي كلمه سمرايز، هو تلخيص الداتا. يعني ايه تلخيص الداتا؟ اول ما بدات معاكم قلت لكم عندي 10 حالات زهايمر، قياسه البيتا امينوت فيهم كانوا 40. يعني ايه 40؟ هو خد بالك هو كل حاله كان ليها رقم، في حاله كان رقمها 50، في حاله كان رقمها 40، في حاله كان رقمها 60، في حاله كان رقمها 70 وهكذا. اما الرقم 40 اللي انت قلته في الاخر ده كان متوسط قرايه ال 10 حالات اللي احنا بنسميه المين او الافرج، وهنعرف الكلام ده كله برضه بالتفصيل. كلمه 50 و40 و60 و70 بتاعت ال 10 حالات هي دي الكوليكشن اوف داتا اللي انا جمعتها. اورجنايزيشن، والله ممكن تعمل اورجنايز ممكن ما تعملش. اورجنايزيشن يعني انا عايز ارتب الداتا من الصغير للكبير عشان تفهمني، اعرف اقل قرايه للمريض كان كام واعلى قرايه للمريض كان كام. برزنتيشن يعني هعرضها في صوره رسمه او هحطها في شكل تيبل. سمرايزيشن يعني اكتب رقم يا دكاتره، لان حضرتك في مؤتمر وعندك 100 حاله مش هينفع امسك الحال 100 حاله كلهم واقعد اقول ده فلان الفلاني احمد محمد عبد السميع قرايته كذا وانا في المؤتمر او انا في البرزنتيشن بتاعتي. لا، لازم اقول رقم، الرقم ده يمثل او يعبر ال 10 اصفاد اللي هو كان مين؟ اللي هو كان عندي ده يا دكاتره اللي هو ال 40. تمام؟ طيب حد بعت لي طيب يا دكاتره. يبقى اذا انا دلوقتي ال 40 اللي انا شايفها دي يا دكاتره وال 20 اللي انا قلت عليها من شويه للمجموعه اللي خدت الدواء خلاص، ده لغايه كله اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس دي هي اللي شايفاها عينيا فقط. الاي اوبزرفيشن اللي انا لاحظته، لكن هل هي نتيجه تم اعتمادها بشكل حقيقي احصائيا ولا لا؟ لغايه دلوقتي لا. يبقى كل المين والستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور والميديان والانتركارتير رينج كل الكلام ده يا دكاتره لغايه دلوقتي هو ده فقط عباره عن الاي اوبزرفيشن. عشان كده في كثير من الزملاء وللاسف انا بقابل ده كتير في كليات الطب تحديدا، يعني تلاقيه كاتب في الرساله بتاعته الداتا بتاعت الاحصاء هو عامل ايه؟ هو كاتب بس المين والستاندرد ديفيشن بتاع كل مجموعه، وقاعد بقى يقول ان المجموعه دي قلت عن المجموعه دي، مع ان ده حرفيا ما حصلش ان هو انا قدرت اثبت هذا الكلام.
وبالتالي انا عشان اقدر اثبت هذا الكلام يا دكاتره لازم ان انا اعمل الخطوه الثانيه بقى بعد الديسكريبتيف الاناليسيز والانتربريتيشن للداتا، ودي اللي احنا بنسميها دكاتره الاناليتيكال ستاتستكس، او الاسم الادق ليها اللي هو الانفرنشال ستاتستكس. تمام كده يا دكاتره؟ طيب انا ايه هي الباي ستاتستكس دكاتره؟ مش عايز اكلك اكتر في الكلام ده كتير. هو احنا كان عندنا ستاتستكس طبعا الاول احصاء رياضي، وثم لما عملنا ابلكيشن للستاتستكس ده في البيولوجيكال فيلد، سواء الفارماسي سواء الميديسين سواء الفيتيناري الاذر ميديكال فيلدز كلهم، او حتى في الانفايرومنتال فيلدز، اصبح اسمه بايو ستاتستكس. ده الكلام اللي انا شرحته لحضراتكم من شويه، ان البرانشز بتاعه الرسمي البرانشز بتاعه البايو ستاتستكس اللي انا عندي فيها الديسكريبتيف او عندي فيها الانفرنش. طيب نيجي بقى للخطوه او اهم حاجه عندي في المحاضره دي، وهي ايه هو الفاريبل. ايه هو الفاريبل يا دكاتره عندي؟ كلمه فاريبل يا دكاتره زي ما مكتوب قدام حضراتكم، اي احصاء او اي ريسيرش لازم فيه فاريبل. فكلمه فاريبل عندي يا دكاتره هو عباره عن ميجرابل كاركترستيك، حاجه بتتقاس، والحاجه اللي بتتقاس دي بيبقى ليها ديفرنت فاليوز. عشان كده في ناس بتتلخبط بين الفاريبل والفاليو، لازم نفرق ما بينهم. طيب الفاريبل ده يا دكاتره عندي اتقسم، اصبح اما هو كوانتيتيف او كواليتيتيف. بعرف نوعه ازاي كوانتيتيف او كواليتيتيف؟ هنعرف دلوقتي. لكن الداتا بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموع الفاريبل. يعني انا عندي فاريبل مثلا الفاريبل البلاد بريشر، فاريبل البيتا اميلود. البلاد بريشر او البيتا اميلود ده يا دكاتره، مش انا لو سالت ايه الفاليو بتاعه البلاد بريشر للمريض الفلاني فقلت لي حضرتك او قلت لي حضرتك ان هو 120 على 80 قدرت تجاوبني وتديني فاليو، يبقى البلاد بريشر ده هو اسمه فاريبل. ليه اسمه فاريبل؟ لانه له فاليو. ايه هي الفاليو؟ هي ال 120 140 160 130. طيب حددت نوعه كوانتيتيف او كواليتيف ازاي؟ ده اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي. ده اكزامبل عندي اهو خلاص. لما اجي زي ما حضراتكم شايفين الجدول اللي قدامي ده، انا عندي جندر وعندي بقيس هارت ريت، فعندي اربع اشخاص، شخص منهم ميل وثلاث اشخاص فيميل. الميل لما جيت قست الهارت ريت بتاعه كان 76 و80، وبعد كده الفيميل 80 82 88. حلو كده. طيب انا عندي في الجدول ده دكاتره عندي فاريبل اسمه هارت ريت. ده سهل، دايما الفاريبل الكوانتيتيف سهل. ويعني ايه فاريبل كوانتيتيف يا دكاتره؟ يعني فاريبل الفاليوز بتاعته عباره عن نمبرز، عباره عن ارقام، عباره عن ترو فاليوز، قيم حقيقيه كان بي ميجرد، اقدر اقيسها. زي المثال اللي موجود قدام حضراتكم ده اللي هو الهارت ريت. فما دام الفاريبل بتاعي يقدر ان انا كاونتد او يقدر ان انا اقيسه، او هو عباره عن ارقام، فالفاريبل ده بنطلق عليه لفظ كوانتيتيف فاريبل. وليه انا بقول ان الفاريبلز مهمه؟ لان كمان شويه لما نيجي نتكلم بقى في السكيما اللي انا قلت لكم عليها اللي هقدر اختار منها اختبارات الاحصاء يا دكاتره، لما هاجي اشتغل فيها كل نوع من الفاريبلز ليه نوع معين من اختبارات الاحصاء. وهو ده اللي أنا بقول لو فهمناه في المحاضرة دي والمحاضرة الجاية واللي بعدها، كل ما دون ذلك إن شاء الله هيبقى أمره يسير. خلاص أنا عايز أعمل الاختبار الفلاني، بعمله إزاي، بعبر عن النتائج بتاعته إزاي، وهكذا. يبقى إذن الهارت ريت عندي هنا كان عبارة عن فاريبل. ليه قلت عليه فاريبل؟ لأن اللي أنا أقدر أسألك دايما عشان ما حدش يتلخبط، اسأل حضرتك سؤال، ما هو الهارت ريت أوف فلان؟ لو الهارت ريت لما اسالك عليه اوف فلان كان ليه اجابه، يعني كان ليه فاليو، كلمه اجابه دي او انسر يعني كان ليه فاليو، يبقى اذا الهارت ريت ده اسمه فاريبل، لان الفاريبل ده ليه فاليو. لكن الرقم بقى اللي هو ال 76، لما اجي اسال الفاليو بتاع ال 76 مفيش حاجه اسمها كده، ال 76 هي دي الفاليو نفسها بقى. فاذا كان الفاليو رقمي اصبح الهارت ريت كوانتيتيف فاليو. قدامي بقى فاريبل تاني، حد من حضراتكم عارفه؟
اللي حابب يتشير معانا في الإجابة بقى؟ حد من حضراتكم عارف؟ جندر. برافو عليك. طيب في فاريبل تاني حد لسه ما عرفوش؟ الميم. برافو عليك، برافو عليك. الأسماء الأشخاص نفسها. برافو عليك. فأنا كده عندي هنا في جندر وعندي في النيمز بتاعت الأشخاص. فالجندر عندي يا جماعة، أنا هسأل نفسي سؤال، الدكتورة آلاء الجندر بتاع حضرتك إيه؟ لي في ميل. هسأل دكتور إسلام الجندر بتاعك إيه؟ تقول لي ميل. فما دام قدرت تجاوب وتديني إجابة للجندر، إذن الجندر هو أيضا فاريبل، لكن لأن الإجابة عليه كانت نومينال، كلمة نومينال يعني اسمية، يعني غير رقمية أو غير معدودة، ففي الحالة دي الفاريبل ده اسمه كواليتيتيف فاريبل يا دكتور. نفس الفكرة في النيم، لما أجي أقول لحضرتك اسمك إيه؟ جاوبتيني، إذن النيم فاريبل ولكنه كواليتيتيف. بلدك إيه؟ جاوبتيني، يبقى إذن ده كواليتيتيف. خلاص؟ ولازم نخلي بالنا من حاجة يا دكاترة، إن كمان الكواليتيتيف ده بيبقى not true، يعني هو بالنسبة لي مش not numerical. أقصد not true as numerical value. يعني إيه؟ لأن أنا ممكن أجي أقول لك دلوقتي إيه الرقم أو إيه الـID بتاع البطاقة بتاعتك؟ هتقول لي والله الـID 289 مش عارف كذا كذا كذا، طب ما دي أرقام. بس هي خد بالك دي non true numerical variable. يعني إيه non true؟ يعني أنت لما بتقول الـID بتاعك ده حاجة specific ليك، كأنك بتقول اسمك. ففي الحالة دي بالرغم من إنه أرقام لكن هو برضو qualitative value. خلاص كده يا دكاترة؟ ممكن نقول إن هي not measurable. Not measurable, not true numerical variable, not counted. ما تقدريش، هي مش حاجة counted. تمام؟ كل ده بالرغم من انه رقمي، لكن ليه انا قصدت اقول قصة الارقام دي؟ يعني كمان شوية اعرفكم ان في حاجة اسمها scoring. السكورينج ده انا بحول الاسماء الارقام، لكن الارقام دي هي في النهاية مش ارقام حقيقية. هي كأني بدل ما اقول اسمك احمد قلت اسمي واحد، بدل ما تقول لي اسمي محمد قلت اسمي رقم اثنين. ففي الحالة دي هو ايه اثنين وواحد، لكنها مش ارقام حقيقة. النقطة دي مهمة جدا لما باجي اعمل سكورينج، خاصة في الهيستوباثولوجيكال اناليسيس. انا عايز اعمل سكورينج للمرض، فالمرض عندي مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا نورمال. فمايلد بديها، فنورمال بديها رقم زيرو، مايلد بديها واحد، مودريت اثنين، ثلاثة سيفير. طب الارقام الزيرو والواحد واثنين وثلاثة هل تتبع الكوانتيتيف فاريبل؟ لا، تتبع الكواليتيتيف فاريبل، لان الرقم ده هو في النهاية يمثل صفة او يمثل اسم. الزيرو ده كان معناها نورمال، لكن انا لما اقول ان الهارت ريت 76 ده لا يمثل الا رقم، لا يمثل الا قيمه. تمام؟ وبالتالي هو مش بيرجع على حاجه تانية، انا مش عامل له سكورنج لحاجه تانية. يبقى اذا انا كده النقطه دي مهمه ان انا اعرف الفرق بين الكوانتيتيف في الكواليتيتيف. دلوقتي يا دكتور سؤال كده يا دكتور بعدين. طب هو اللينك هيطفي قبل ما حضرتك ما تساليني، انا هنجرب ندخل على لينك تاني زي ما الزملاء قالوا. لو دخل معانا ماشي، لو ما دخلش هبعت لينك جديد. هو اللينك خلاص هيطفي.